تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هتقول له طلع على البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلاف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. أطمن وماله؟ ما يضرش. والله زماني غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس! الفلوس البضاعة راحت! عملتها يا ابن النوح! لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا أخي، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا قصصك خلص، يبقى هتموت. ثم ان اهل المجنى عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة!
محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. محكمة! ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. الله يرحمنا يا خال، ما تخليهاش تجيب الظلم. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح يا ام. مع السلامة يا حبيبي. ريحيني وروح يا ام. مع السلامة. يا رب. مع السلامة. مع السلامة. ارجع على المدرسة. تقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الأحبة موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخلية ولا لسه؟ البركة في دعوات الحاجة. دعوات الحاجة برضو؟ وانت يا كبيرنا. حلوين. الله. حلوين. حلوين. اي حاجة يحتاجها تجيلي. عينيا الجوز. بقول لك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشاله لك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجه. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسال في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليكوا رجاله زي ما انتوا، زي ما انتوا، زي ما انتوا. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجاله هنا، لكل الرجاله، واي حاجه يحتاجوها، اي حاجه. رقبتي سدادة اصلي يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين حلوين حلوين. مبور 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 يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة. حلوين حلوين حلوين. مؤاخذة يا ابني، العتب على العتب. سفارس سفارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه؟ جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يوم رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقة تربي نشأة. وعلى فين العزب ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك، 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد. خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنين يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه، ده عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب.
هودي ياض. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب يا سيدي المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ رمانة. مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك، ده ايه بفال عفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديلي فلوس لسهوش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت وصلت. شكريم. ما بتنساش حد أبدا يا فندينا. ده رزق ويروح لأصحابه. هي دي الاسمة. بالحضن، بالحضن يرجع رجالة. هتوحشونا رجالة. يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سال يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده مولود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار. يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش قريت محام؟ حظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش. يعني في تربايت، ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي. ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا رجاله. دوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم انا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. المصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك انك لزقت فيا ولبست الطلقه بدالي يا خفيف. افندينا خرج يا رجاله.
منك ما رضيتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود. الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيد ثابته وعين صار طلعت مره بيد طريه وعين زيغه اتفوخس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده. حد انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. لا بتتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجره في عز الدهر ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكلم جحره ده سمك ولطف في الميه وابشته ما بقتش سهله. الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج هي عشان خيبت مره، نقوم نسيبه. يا ابني يا ابني يا بالمعروف، قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبه العم كله وانا المعلم وكلمتي على رقبه الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده، وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خلبه سله عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا ريكاني وباص الدنيا ورايا بسرعه. عفو. اجري عفوا، دي خلف عار. يا الف ليله بيضا، شاكرين يا رجاله نجابكم بالافراح. الخال رجع والحسن رجع للبيت من تاني بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي ياما طبطبي يا حبيبي يا ابني، نفضي تراب الظلمه من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك، انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني كرابة، انت لسه خرصة؟ ما لا في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابق على طول كده. تتحكي لغات، تعالي يا كرابة. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل. عباية عباية مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت على الساق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطالبة أكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله على السلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. اه شوق. ها قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت.
حب على ايد فندينا شو لا اله الا الله لا مؤاخذه وماله ما يضرش خميس تعال اقعد على الكرسي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف كده محيرني انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده حسيت انك مظلوم شفتها في عينيك وانت بصيت لي من ورا القفص سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل قلب المؤمن حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا قلت هي دي الانسان اه هو ده الانسان الخسارة في حبل المشنقة بس أنا عايز أسألك سؤال هو أنت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله مهرب قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت يعني نفضل عايشين كلنا وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج ياخد بق لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني يا على كتفك ده كفاره يا فندينا أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه بيحضر قبض الروح ارجع اثبت وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للخيال يا افندينا اسمع متشكرين يا كابتن مصر يا محترف تطورني يا فندم اقتلني اقتلني يا خميس وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك هقتلك خميس لو حد متعرف ياض انا بقى اعرفك خميس افندي اول خميس ملوش جمعه لا لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون دوس على الزنات وقتلني انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس ورحمه الغريب لا اقتلك يا خميس اثبت اثبت ياض
انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده هلا ليه؟ والمده بتاع عيال المده عنده مزاج وبينقي الجته اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت. ما تثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك يا ده عارف انك هنا، ما ظنيش انه بالخباوه دي ولا يا زوز. ما ظنيش الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك المعلم النوح، معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك. لا ها اثبت اثبت يا اخلص. عرفت حاجة؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه مالت بيضون رائد لأفندينا هناك. وانت كنت فين؟ وازاي تسيبه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفة زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر مالت ده كلب أفندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعة كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المال وعامل عليه حفلة هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح بس شكله كان نوع على الشر، لكن أفندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص مال وشك مسفر كده ليه؟ لا لا إلا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل. عج هو خميس قرص على الواد بالزيادة الظاهر كده. مدام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسألني يا أبو سنة؟ لم الرجالة وروح في ظهر خميس أحسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها. راح فين على الصبح كده يا براء؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، وانا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عن نفوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر، يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب، بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بت؟ اه! اه! اه!
النسوان، انما تيجي عند الرجاله وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي عرفت مامك صح. حرام انت وعيلتك، ربنا يعذبك. بس وانت نزلي لتحت دلوقتي، يلا. ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يا بابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده، والقوة دي لازمها دماغ شغالة عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي بتطب. فهمت يا براء؟ أدار دموعي جواها، حدش عنده فرحة سلة. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوه، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها أمي؟ صوت في البيت. صوت في البيت؟ مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطة يا سي خميس. الحريم يدخلوا الأول. خال اهزوا الزومات، يخليكوا في ضهري. يلا وراك. في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكورة يا فندينا. انتوا عارفين تتفرجوا؟ وراك يا ابني. في ايه؟ طورت مني على البحر. تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تضطرني حاجة. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وإكرام الضيف إيه؟ واجب طبعا. تشرب إيه يا ابني؟ تشرب إيه؟ شاي؟ شاي إيه؟
سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش يا مطلي. ده مهما كان يتعدى أسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم أخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطلي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه ارد عليك عم الشيخ. يا بوان احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى اهل الله. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال،
الكبير الكبار يا امير الامراء يا مكيف الكيف يا اصل الدويقه ومنشيه ناصر. صيتك من الصعيد لغايه هنا. خميس ابو سنه افندينا رنس المزاج ابو الرجال وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصه الكلام يا رجاله، الفرقه خطر والمصلحه تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكايه اصلها الدم والدم اصله غدر. دي ما تسويش دي يا ابو سنه. الموت اهون يا نوح. ايوه بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا اخوك الكلام هنا يفرق قوي يا معلم ابو سنه. جرى يا رجاله، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر. الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت ابو سنه بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ما بقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجاله، كلنا عارفين قانون اللعبه كويس، اللي هيورب سنه هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعه اللي راحت، واذا كانت الخساره على قد الفلوس ما يهمنيش، انما الخساره اللي لا يمكن اسكت عليها ابدا هي خساره الرجاله. ربنا يديم علينا نعمه اللمه بتاعتنا، نعرف فاتحه على المرحوم. امين امين امين. فتح عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس انا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول ابو سن. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجاله. استنى انت يا خميس. عايزك. مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة يا خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارفها. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك وعجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه. اللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. خيانه تمنها الموت. في السنين اللي فاتت يا خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت. انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يونون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين أبيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ أنا اصطفيتك يا خميس، خليك كبير السوق.
ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني اغرق. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كذبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران يا معلم، هل انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العاشة عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك أكلة خفيفة عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجالة. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب، انت اللي معلمة يا معلمة. قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. ما انت عارفني يا ده براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براه، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحه دي خالص. ورحمه الغريب، لو عيله ابو سنه دخلت في الحوار ده لكون ما قرقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وأبو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد. آه، بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا 1000000000 خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد، خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. يا عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلم يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عيني. حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. هزهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها، طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقاله. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا 1000000000 حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايزه ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا، انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروشه. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هاو ممكن نطيرهم. عناية. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. هنشون البضاعه اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ امال ايه؟ دي كراتين متامنه واخر حلاوه. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله، ايوه، امال ايه؟ زوز هات كرتونه فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونه دي طبقتين،
طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل، وفي النص هنشون البضاعة، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لبسينها لبسينها. الله عليك يا معلمي، خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد، لازم. الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح مار، يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر افنتين، هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانيه تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندم؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خالي؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت وهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطلي، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحطها. ناولني. خد يا ابني، خد يا زوز. ناول. يلا هم يا رجاله، يلا يا اخوان انت وهو، يلا. اهلا 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 بريحه الحبايب وريحه اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعه عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعه، قومر يا كبير. عد رجاله المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزياده. حصل يا كبير. طول عمرك اهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت أول مرة؟ بس المرة دي بقى غير كل مرة. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شاد البطيخ صفر. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها، مش لازم أي حد من رجالتك يبان فيها. آه، ما أنا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة. اعتبره حصل. حس كده ده مش خسارة فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، إلهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، ملناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان هيجرى ايه لو سيبنا رجاله الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم كدابك يا خال؟ البضاعه دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. خليها على الله. صل على الله. الله.
انزلوا. السهل ده بتاعنا ودي حبة فلوس يا ابني. اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ راس افندينا ابن الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابيه طورين يا حاج. هاتي لي ميه اتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله. يبارك لك يا رب. بالراحه على نفسك سلوسي. اللهفه على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. أنا هعوزك تطلعي انتي؟ ليه يا أختي، من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبون اللي جوه تجيبلك واحدة عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فوطة صفرة. عارفة ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. أصل انتي ما بتخلفيش. راجل من رجالة هاليدي. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابة. نضرب عليه نار كبير. لا! اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكلة مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجري قول للرجالة كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنة؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك حاجة. خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجة؟ تاخد الرجالة وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغاية ما يطلع.
ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه حاجة بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر. امر يا ابو سنه. هات جمال يا رب. حاضر يا حاج. رجالة بتتواجد. ما بيخبوش رجالة في الضلمة. وادي مرسالك. يلا يلا. يلا معلم. بالله سلام. ايه مالك محظوظة كده؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لي ان انا هقابل باشا كبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعه انا مقابل باشا كبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سالك، ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هقعد جنبك. تعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عايزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هسمك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصلني نظام البشاوات والحاجات دي. من غير لا توعك، احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا، يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميسه فندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زماره رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أؤمر. أؤمرني معاليك. مع السلامة. شلبي. ضحكتني يا خميس، مع إن النهارده مزاجي مش معدول. أنا كبرت لك يا باشا وجيت لغاية عندك، غير كده وكتاب الله، ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، إيه الكلام ده؟ بقى خميس أفندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقة بتاعتهم ويقلبها ظلمة عشان ابنه مد إيده على واحدة ست، ده كلام يا راجل؟ الواحدة دي يا باشا معدودة من حريمي. ومن أهل بيتي، واللي مساها مساني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي مس كرامتك يا خميس. أمال اللي عمله ابن النوح ده اسمه إيه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونة الصعيدي طلعت. اللي أقول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ أنا كده عملت بالأصول يا بيه. آه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، أقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. إيه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني إنك تيجي وتشرفني يا خميس. أنا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك. لأن كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك، قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي نيجي بقى. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فارس يا خميس؟ فارس؟ اه أنا لما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس. أنت عارف الفالس ده بيتحزموا له بإيه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ مفيش رأس من غير تحزيم يا خميس. إحنا مش هنخلص يا نوح من الليلة دي ولا إيه؟ ليلة إيه يا باشا؟ ما إحنا جاهزين أهو الدنيا تمام. أنا مش بتكلم على الشغل. أمال بتتكلم عن إيه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش آخر. أنا استحملت قلة أدبه على الآخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا،
ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خامه اليك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس. يا باشا بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هم مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق. ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رميلك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده. وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه وفي كل حته كارثه وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج فيه إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. تواد زبالة، واد غبي وأهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. اللي حصلت يا فندم. We'll be right back.
فاعل. يا رب المعلم النور وأمان. ماشي. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام اللي عمروته ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا، اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. دوز عمر فندينك، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بس. جايه وجب افندينا. يلا رجاله نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا رجاله. يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه من جه ضارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. لا يا معلم انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطة. يا دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا يامه؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الأبواب
ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يا اما من كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يا امه. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك قفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله أكبر. طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكاية فيها إنه مش لازم الضربة تزيد، كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عند سمان إحنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. أنت بتثبتني؟ بتثبتني أنا يا معلم؟ بقى أنا أقول لك مش هخليها أوبها وأنت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه ياد ما تقولش إن أنا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جاب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قلت بسبعة ارواح هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك يا ده انت ابني حبيبي. ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني. واقول إنك بغشمك ده رسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، هو حوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ آه، مش مهم وصلني إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده. لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف وشوية شوية تجيبها على سنانها في صفينا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيه وخلاص. ها؟ فهمت؟ فهمت. فهمت يا سيدي المعلمين. مالك يا بنت؟ بتخشمك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس
خليني اقعد عليه وخليني امشي. اه لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها ابوس ايدك يا معلم ابوس رجليك. يا بنت يا بنت قومي مش شايلين ذنب، انا مش قد قوم الله لا يسيك انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. ويقدر على القدره اللي ربنا. فاهمة يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، انا لو عاوز اتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جر. يا معلم انا انت بنت طيب. طيبه انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكم ضحكه ميصه وكم نظره رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه ولا اي حاجه، اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت مشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم. هتجوزك. عامل ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني الوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي وسطي وبعمل كده، بس خرجت من هنا والنبي. بطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزة عروسة على الفرازة، ولو قدرت تفرديها شوية افرديها. ماشي يا معلم. عزيتي يا اختي وعديتي. ها
بيحولوا يخت بالجلابية على الفحم والشيشة. ايه بقى؟ تكنينة موقوسة. ايه في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا النوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقول لك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه عالي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاوية، كرامة، مطرة، شو، سوريا، حريم الرجال دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول للرجالات. البضاعة وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الأمر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم أردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متأخر أجاوب يا معلم. يعني إيه يا معلم هلا؟ أنت نويت تغير الكار ولا إيه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو آخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك، وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل وما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفل انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عرض. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال.
انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضو غاوي، والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه، تبقي خطتي عتبه قبرك وحفرتي بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنيه صافيه ونظيفه ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنه وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بايديك يا رمى. بقولك ايه يا براء، انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نفوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بت عودي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسرة القلب. والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمانة. يبقى نبقى. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. واحاول اشوف لها سكه نخرجها بيها قبل ما رحلوها على النيابه. اه ينوبك ثواب. اه بس الحكاية دي فيها قرشينات زيادة يا مسامية. مش مشكلة، كله على حسابهم وكله عن نوطة. اسمها ايه؟ هي اللي مرمية هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي، كأنهم مكلبشين عربية واقفة صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد؟ الله على اللقاء الدامي ده، انتوا طلعتوا تعرفوا بعض. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه، بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجه من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. بيزا اوف كورس، براون شوجر. ايه يا باشا؟ براون شوجر، بي اس، البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا هنقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشة زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوة. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافة. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجارة ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي أول برشامة وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برنسيسة. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقة. اوكي، سي يو ليتر، باي. باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. أليجيتر. ده ليها كمالة. عارف يعني ايه أليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزة؟ أليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ دهان التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما تدخلني معاك في الاسبانه، هتجيب البرنسيسه ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟
سبا يعني موزة مقشرة، مكان تروحوا يفضلوا يدلكوا فيك لغاية لما تخرج زي الموزة المقشرة. السلام زحلقة يعني. تضرب سبا بلبن؟ هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكاية. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رأيك؟ انا في الليلة دي كلها مجرد مرسال، انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس انت رايم الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زي، ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل الطار الف. حلو قوي كده، احنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح، ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. المغزه يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءه، هو الوحيد اللي هزي صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفه، عامل له عمل حاجه كده، تحس انها ايه رايك يا بلد؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا عشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح بعد. خميس افندينا دلوقتي في حمايه الباشا، ولو حصل اي حاجه لافندينا الشبهات والشك والريبه والضغينه هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شويه. وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرض. بس رئيس واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواف. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبوه لي، انا عارف سكته كويس قوي. انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج، وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا بقيت فاهمك يا حاج، شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ ياد افهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها بزوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني، بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ رمانه. رمانه. رمانه.
كل زلطة يا معلم. زلطة. شكرا. زلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حتة اللحمة دي وبابا. حتة اللحمة دي وبابا. والله انا وشيف، انا وشيف بابا. وفي ايه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فندينا. يا حبيبي. وده الحبيبي. إيه دي النقطة؟ عسل، طول عمرك عسل يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل. تعودت ان اكسب من على جبيني. اوه برافو برافو خميس، طول عمرك تبهرني بشهامتك. نتعلم منك يا باشا، نتعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. انما قول لي يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 يا معلم. في ايه يا فندم؟ ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. يا سلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله، قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاع ايه يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على الاخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إيه العروسة دي أدبها وحش؟ عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، أصله تعبان شوية. هو واضح ان هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالاضافه لاذا كان خد حاجه يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكت يا بنت الدويه. اديني الحبايه، سلامتك يا معلم. ألف مليون سلامة عليك يا أخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيرة قوي. خدتوها على إيه يا أختي العين الكبيرة قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزر. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مرات ابنك بتلقح عليا بالكلام إزاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما أبقى أقوم. اصبر عليك أما تقوم. أما أقوم. ولا طلعت قد القول يا باشا؟ اللي عمله العمروطي الليلة كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المرة اللي فاتت؟ لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمة في حقه. ايه رأيكم بقى ان انا مش مطمن الحكاية دي لغاية دلوقتي؟
ازاي النوح يسيب بيته بالسهولة دي؟ اكيد الحكاية دي وراها مصيبة. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهولة دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ فكرك بس مصاريفنا كانت بره خميس وكنا لازم نلمها والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال، ما تزعلش مني، هي محشوره في زور اصلها واقفه من ساعتها مش عارف ابلعها. كان نفسي توقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله يبقى احسن برضه. ماشي يا حاجة ماشي. أبو نعناع مع حجر مزاج الخير بعد السمك يوزن الكلام ويظبط الدماغ. الله، مزاج زين يا فندينا، عشاننا بقى نتفق ونبارك. حصة كل واحد من الرجالة دي رقبتي. بس السعر عالي قوي يا فندينا. دي تسعيرة سوق، انت عايز نبيع بره تسعيره السوق يا معلم يا رجاله. ايوه فندينا، احنا برضو رجالتك ولينا عشان فيك. احنا عايزين ناخد البضاعه بسعر المره اللي فاتت، وكده تبقى عملت معانا واجب صح. لا اله الا الله، ما هو انتوا لو تعرفوا انا بجيب البضاعه ازاي هتعذروني. انا مقدم للحكومه 3 خرفان من خيره الرجال عشان ادخل البضاعه دي وتسترزقوا. خلاص يا فندينا، سلمها لنا برا واحنا نسلكها. مش هتعرف يا معلم، السكك كلها متشمعه واحنا برضيك لينا سككنا. خلاص جيبها انت بقى كلها من برا، ويبقى من دقن وفتله وفضها سيره. ايه ده بس يا فندينا، الكلام مش كده، الكلام اخد وعطى. والسوق عرض وطلب يا حبيبي، واللي مش عاجبه يتصرف. انا جايب لكم بضاعه مقشره لغايه عندكم، بلاش بطر بقى. خلاص يا فندينا، خلاص اللي تشوفه، اقعد بس كمل قعدتك. القعده بقتش تلز، بقت سحابه مغيمه وطيارة النفسين. يا فندينا احنا برضه رجالتك وما هسيبك. تسمعوا الكلام؟ حاضر يا فندينا حاضر، بس اقعد كمل قعدتك، اقعد بس اقعد. اسمعوا المفيد يا رجاله، اللي عايز منكم يكبر ويكسب الطاعة 10 يوسع النشاط ويفتح دواير جديده، يفتح دواير جديده. سيبوكوا بقى من شغل النوادي بتاع التمانينات ده، خشوا على الجامعة، على الجامعة، على الكافيهات، السايبر اللي هو بتاع ال ايوه عارفين عارفين. الأماكن دي كلها منفذة على بعضها وأربابها جاهزين وعلى المفتاح، واللي هيخش منكوا بقلب جامد ليه عندي الحلاوة والمكافأة، وكل واحد على قد اجتهاده ويتوب علينا ربنا. الفاتحة. لا بقى في تاريخ ولا جغرافيا، راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسم ابو سنه من على الوجود. خميس النهارده بقى غير امبارح خالص يا بدران، الكيمياء غيرته، ركب على الكل ودلدل رجليه، عايز يدوس على الكل حتى خاله. خميس؟ خميس باعك يا معلم؟ خميس ده ابني انا اللي مربيه، كنت بشوفه قدام عيني كل يوم بيكبر شويه شويه، كنت حاسس انه حته مني كانه ابني. كنتش عارف انه هيجي يوم ويرمين الرمية دي ويعيرني باللي راح وضويا سنداه واقفة في داره بتحميه وشجعه، كل اللي يهمها انه يكبر ويسيطر على السوق ويجيب لها الحفيد اللي يملى عليها البيت ويدوس على الكل حتى على اخوها. خميس مسنود من الباشا يا معلم، مش من ست ضويا. باشا مين؟ انت مش فاهم حاجة، أنا كنت فاكرك بدران، لعت بدر واحد. كل ده تخطيط ضاوية ورسمها، قلبت على الباشا ذات نفسه
لما رفض الخميس يدي كتف للنوح وطلعه من السوق وسلمه للحكومة تسليم أهالي. معقول؟ خميس الملكاوي بمرض غدر يغدر؟ مش مصدقها دي يا معلم. لا صدق صدق يا بدران. خميس النهارده بقى غير خميس بتاع امبارح خالص. كل يوم كرشه بيوسع ونابه بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشه. عشان كده لازم يخلص من نوح. وعلى رأي المثل يا نوح ما بعدك نوح. زيح زيح من على قلبك يا معلم. زيح ما مزح لدرجة اني بفكر اشتغل مزيح في الإزاحة. القلب المعبي لتوبة عيونه بدران من يوم ما اتعلقت في شباك شوق دايما مكتوب. ما هو العشق ده زي الرزق، لا ينفع فيه شفاعة ولا ضهير وشطارة. شوق شكلها عامله لك بدل العمل 10 يا معلم. لرصاصة الطار اللي محيراكي، مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. يلا انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا امارة عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه وهو بيقول له الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. براءه غريب وطاره دين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيره. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي اعمل فيها ايه؟ هلاقيلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحة علي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. كلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين وباعتبارهم منبع السوق، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، طوية أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي. براء النوح السكرتي، مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيك. الحق يا معلم ابو سنة، الحكومة كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اخفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم. ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. We'll be right back.
البيوت لها حرمة يا حضرة الضابط. أنا معايا أمر بالتفتيش يا معلمة. وماله؟ بس بالأصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم إن راجل البيت مش موجود من أصله. ربنا يرجعه بالسلامة. أنا هبعت له رسالة بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما أنت عارف يا حضرة الضابط إن صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بمصاص الليالي وهو مش موجود؟ وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه؟ مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. بحياتك. انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى ما تاخد واجبك؟ ده احنا حتى دابحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلم. ما تدق يا وليه انت وهي. Yeah.
قد معربون المحبه وطلعت قد كلمتي. عايز الصراحه لما كلمتيني بعد مكالمه رمان الاولانيه انا اتخضيت، وقلت الليله دي شكلها فيها عوق، وقلت الروح بلاش تروح. وايه اللي خلاك تروح؟ مكالمه رمانه التانيه. مش فاهم. اصل انت لما كلمتيني وتيجي خد بالك في كمين منصوب لك من براءه ورمانه، دورتها في دماغي كده قلت لا، لو في كمين يبقى منصوب منك انت وبراءه. خلطه جديده عاملها افندينا، هيرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع ابو سنه، السفريه دي عشان يجيب الاصل ويضربه هو هنا. استاهل بقى اللي في الشنطه دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنيه للاجيال الجايه ان نعرف الطبخه دي بتتعمل فين وازاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني، محتاج رؤى وروقان. احلى عيشه واحلى رؤى واحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب يا معلم انت هتسيب له البيت مش كده؟ لا مؤاخذة معلم، أنا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شوية، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة. فكرتني، ده أنا محتاج اليومين دول كل قرش. لا لا، ما أنت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. أمال إيه؟ لا أنا بس عشان أجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الأناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى كنا عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بتمنه. وانا تحت امرك، وبعرف ازاي اقدر الرجاله. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم، اجمل حاجه في المتر بدران انه مش مالي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا ابو، وحشتيني. معلش اتاخرت عليك شويه عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده ولا الرحله جت بفايده. كله بفضل دعواتك يا حاج عسل. الحمد لله على السلامه يا فندينا. الخال الخال، جبت لك اللعلب الذهبيه. وحشتي وحشني وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامه. يو ما تحب على ايد فندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده، وأي حاجة، ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده، ياه، ورفضوا تراب الكسرة على هدومكوا اللي بنلاقينها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعه. Thank you.
آه يا زمن، بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك. وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. واحد عايزك يا فندينا. ابعت. ابصم لك بالعشره واضرب لك تعظيم سلام وانحني لك كمان. دي اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين، وانا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روحي شوفي حالك. حالي ومالي وكل اللي حلتي هم اللي خلوني اجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايزه اعمل باصلي، ووعيت من الحربايه اللي بتحوم حواليك، والله اعلم ناويلك على ايه. حربايه مين؟ اللي رامي سرك في عبها ومديها الامان، ويا اخويا مش شايفه اماره. تكلمي عن مين؟ مطر. مطر؟ ايه الحوار؟ خش في الموضوع. خش فين بقى؟ وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال. ما انت جيت قدامه وجبت ورا وانكرت انك ودتني الشقه وفرجتني عليها، فاكر الشقه اللي على المحاره؟ بس يلا، انا ما بقاش في دماغي ولا شقه ولا ديول. خشي في الموضوع يا شوق وانجزي. ايه حوار مطره؟ ناويالي على ايه؟ وهيفيد بايه دلوقتي؟ ما خلاص الشقه رايحه لصاحبه نصيبها. ماشي، قولي لي اللي عندك يا شوق، واعتبر الشقة لسه موجودة. يعني في شقة على المحارة يا خميس؟ خلي، وانا مريك يا خلي على الحوار، وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على حوار مطر. يلا شوق. اسمعني يا خال، يا خال، يا خال، خميس كبر بزيادة يا معلم، وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه، انت شايل منه قوي يا ابو سلم. ضربة الضنب موت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيتي ليك هنا دي اكبر ضمان.
استعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعض يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى يا معلم ابو سنة؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. انت مش هتبطل التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعالسرايا عدل. وطبعاً أنت ست العارفين، وعارفه انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايله واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازم يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه. وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرفي النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تمنها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش اهوان ولسك عم تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانه الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا ضويا، يلا يا خميس. يا امين يا اخوي، يا مرار المرار، يا مرار المرار.
الحقونا يا ناس، الحقونا يا الخال، الحقونا. خلصت الحدوته يا رمانه، بح خلاص هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. مرت انت كده هتخلص على روحين. انا لو كنت خالية ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت حبوس ايدك عشان تقتلنا انا وتسيبوه. الامر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مرت، احنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، انا مش هأذيك، انا بس هقتلك. هتعملي يا رمان؟ هقتلك يا مرض. هيب يا رمان، احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. أنا فين يا مرتبني؟ ها؟ كهوة. مبروك على النقاب يا أختي. طب مش كنت قلتيلي ده أنا حتى جوزك وأفرح لك؟ نقاب إيه؟ زي الرسمة يا بنت، وقبل الخميس. خميس؟ خميس اللي ليكي طالع عنده، خميس اللي أنت عرفانة بيه من يومها. أنت بتقول إيه يا براء؟ فاكرانا يا بنت نمين على وداننا؟ لا، ده احنا نلفك على اصبعنا ونرميك للكلاب السكك لحمة. انا اللي يمس شعره مني هوديه في 60 داهية. اوعوا تفتكروني لقمة سهلة تاكلوها وتحلوا في الاخر ترموها. لا، ده انا لحمي مر قوي، يقف في الحل وما يطلعش الا بالسر الالهي. لحمك مر ومالها وضع، وهنحكم يا مطرة، هنحكم يا اختي. هو ده اخركم؟ بتهزوا طولكم وتتنحرروا قصاد مرة؟ هي دي المرجلة يا رجالة؟ المرة دي خانت العهد، واللي يخون يستاهل يا بنت. لا مش كده وبس يا حاج، دي خانت جوزها، خانت راجلها، وراحت رمت شرفه تحت رجلنا يا فندينا. اخرس خالص، انا اشرف من عشرة زيك. انت لسه ليك عين يا بنت. اللي خلاشوا ماتوا صحيح يا حاج. ليه؟
بتلوموني على ايه؟ بتعلقوا لي المشانق؟ علقوها لروحكم الاول. انا ما عملتش حاجه اكتر من اللي انتوا عملتوها قبل كده. ما خططتش عتبه افندينا الا لما انت خدت كفن ابنك ورحت رميته تحت رجليه بامر الباشا. وانت يا راجلي يلي مالكش غير في الجعجعه والصوت العالي، يلي اترميت تحت رجلينا البنت الرقاصه اللي سلمت لك تسليم اهالي، بتلوموني على ايه؟ ها؟ بتلوموني ان انا راح اخد حق جوزي؟ بتلوموني على ايه يا معلمين؟ ولما انت يا بنت حطيت ايدك في يد خميس هتاخدي حقك ازاي؟ هاخد حقي منك انت. اخرس يا بنت الكلب. اه يا واطيه. بتنتقمي من مين؟ بنتقم من الشر اللي بقى معشش فينا يا خميس. انا جيت لك كتير عشان اشوفك. وانا خلاص ما بقتش عايزه اشوفك. ده ابن رمان. ما تخافش يا خميس، ما فيش حد غيري غيرك يعرف انه ابنك. انا عايز كل الناس تعرف. احنا ما نستاهلوش. أنا مستنيه. مستنيه ليه يا خميس؟ عشان تغرسه وسط جو مزاج الخير بتاعك؟ أنا مش عايز غيره من الدنيا. ده شايل آخر نفس فيا. هيزيح من على صدري بلاوي كتير عملتها. خليني أمسح بيه ذنوبي. نشطف روحي جواه. لا يا خميس مش هتشوف. مش هشوف قد ايه؟ ده ابن رمانة. اثبت انه ابنك وبحارب عشانه. اخده بالعافية يا رمانة، اخده بالعافية. محكمة! اقعد يا فندم. اقعد يا استاذ. بعد المداولة والاطلاع على الاوراق ومواد الاتهام وسماع المرافعة حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة رمانة السيد علي بالسجن المشدد 15 سنة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا رمانة وهاخده بالعافية، هاخده بالدراع يا رمانة. فهمت ابو سنة ينفذ ازاي، واول ما يصدق يغدر بيهم هما الاثنين. عرفت يا براء هتعمل ايه؟ هلا عرفت يا حاج. انا مستني اليوم ده فراغ الصبر. يلا بالسلامة. باذن حاج. براء. ايوه حاج. خلي بالك من نفسك يا براء، خلي بالك من نفسك يا ابني. كفايه عليا قوي خساره واحد، فاهم؟ ما تخافش يا حاج، ما تخافش. مع السلامه.
يلا رجاله. انا عايزك تعتبر السفريه دي استجمام راحة بال عشان نمسح كل اللي فات ونبتدي من اول وجديد. بتنسي يا عمودي؟ مفيش حاجة بتتنسيش، كله بيتنسي. تفتكر أنا هقدر أنسى اللي أنا عملته؟ لما تحسبيها صح هتكتشفي إن كان لازم تعملي كده. على فين أشوف؟ بجاشي. أيوة بجاشي اللي جايلك. ماشي ماشي يا ونيلت. إيه؟ أنت دخلت هنا إزاي؟ أبو سنة لو جه ولقاك هنا هيعلقك. أبو سنة مين والناس نايمين؟ أبو سنة اللي عايزة تاخد فلوسه وتهجي؟ هج؟ أنت عايز مني إيه بالظبط؟ أنت اللي عايزة مني. عايز انا اخلصك واخلص الناس من سمك. انت اتجننت يا راجل انت؟ ايوه اتجننت زي كل الرجاله اللي عرفوكي. بجاشي بس انا بقى معايا فلوس كتير، تعال ناخدهم انا وانت ونهج سوا. نهج؟ وانا خاين زيك؟ خلاص خلاص يا شوق، انت لازم يتعلم عليك. لازم تكون اخرتك زي اخرة كل مرة فجرة. اخلص يا ابن الكلب. يا بنت الكلب.
حصل بالظبط يا باشا؟ وقعت يا نوح؟ وقعت. وقعت يا باشا؟ وانتوا اليومين دول بتقفشوا الجمال؟ لا بنقفش البضاعة. بضاعة؟ بضاعة دي يا باشا؟ البضاعة اللي لقيناها في وسط الجمال يا نوح. لا معلش بقى يا باشا، البضاعة دي مش بتاعتي، أنا ما أعرفش عنها حاجة. البضاعة دي بتاعتكم وأنتوا اللي جايبينها معاكم. آه عايزين توقعوا نوح وترموا بلاكم عليه. أنا سليم يا باشا، أنا سليم يا باشا. الكلام ده بقى تبقى تقوله في النيابة. أيوه هقول في النيابة، هقول في النيابة. أنا خلاص خدت طريقنا يا باشا، أنا خدت طريقنا يا باشا، أنا خدت طريقنا. هاتوه. أيوه هاتوه. أنا هقول النيابة خدت طريقنا. دلوقتي بتقولي لي روح لها تاني؟ نزل السلاح، نزل السلاح. ده الخال احنا مصرة. عبد الله على السلامة يا خال. 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 انا اروح ابلغ افندينا بسرعه. الخرج يا افندينا، الخرج يا افندينا. يا عم مرحبا، انت بدك مطلعك يا خال. عند سلامتك يا خال، عند سلامتك يا خال. يا عم مرحبا، يا عم مرحبا. عند السلامه يا خال. حاضر يا خال. Thank you.
خلصت. تخلص يا باشا مش مهم، المهم ان انا شفيت غليلي وخدت طار اخويا. ولدي خميس، ولدي قوم يا ولا، قوم يا ولا، انت اقوى من الموت يا ولا، قوم قوم يا خميس، قوم يا ولدي. يعني خلاص كرامه طلعت ده من كلامك يا ضويا وطلعت بتمشي. قوم يا خميس، حتى دي مخبيها عني. قوم يا خميس، انت اقوى من الموت يا خميس، قوم. الموت مش اقوى مني علشان ياخدك مني. انا شايف ابني يا عمو بيضحك لي من بعيد. قوم يا خميس، انت اقوى من الموت يا خميس، انت اقوى من الموت. ده انا داويه، انا اكبر من الموت. قوم يا خميس، قوم يا خميس، الموت متقوى منك. لا يا الموت اقوى منك. لا يا خميس، الموت اقوى منك. انت اقوى من الموت، انت اقوى من الموت يا خميس. انا قدك يا موت، انا ضامن، انا ضامن.